في واحد الدراسه لقاو على ان 25% من الناس اللي مره كتشدهم شقيقه فاش كياكلوا الشوكولا كتجيهم النوبه. وقال لك هادشي راجع لواحد الماده كيميائيه سميتها التيرامين. متتبع قناه بيت الصحه والسعاده، السلام عليكم. نزولا عند طلب العديد من متتبعي القناه الاوفياء اللي طلبوا مني ماشي مره ماشي جوج باش نتكلم على واحد المرض اللي كيعاني منه فئه كبيره من المغاربه، والمشكل ما كيعرفوش يتعاملوا معاه. الموضوع غادي يكون على الصداع النصفي او الشقيقه كيف ما كنقولوا ليه بالدارجه العاميه. هو من اعنف انواع الصداع واكثرها ازعاجا والما. الناس اللي كيعانيوا منه كان الله في عونهم وصافي، ما كيخلي حتى شي احد. كيجي العيالات، الشباب، الكبار السن، الرجال وحتى الاطفال ممكن يعانيوا منه. تخيلوا معايا الاطفال اللي السن ديالهم ما بين 4 حتى 5 سنوات في هذا الوقت كتجيهم شقيقه. هذا المرض العصبي تقدر على قبله تشد الفراش لعده ايام على حسب نوع الصداع، وما تبقاش قادر تتحرك لان الحركه كتزيد من حده الالم، وما تبقاش قادر تشوف في الضوء حتى من الاصوات العاديه بحال الناس اذا كانوا كيدويو وحدك ما كتبقاش قادر تستحملهم. اليوم ان شاء الله غادي نعطيكم جميع المعلومات اللي بغيتو تعرفوا على هذا المرض العصبي. غادي نشوفوا اشنا هما اسباب ظهور ديال هذا المرض، الاعراض ديالو المصاحبه ليه، واشنو العلاج باذن الله. بقاو معنا، معكم اخوكم رضوان شوقي في المختصر المفيد. الشقيقة أو الصداع النصفي كاين فيها واحد اللبس أو خلط كبير، لأن بزاف ديال الناس أون فوا كيبدا يضرهم راسهم كيقول لك شدتني الشقيقة، مع العلم أن الصداع في الرأس 90% منه ماشي شقيقة، يعني ماشي أي واحد حس براسو ضرو يقول لك شقيقة. فمثلا إلا كنتي حاس بصداع في وجهك وفوق عينيك كتحس به في الصباح بكري، وكيجيك في الخريف وربيع وآخر النهار ما كتبقاش تحس به، فهذيك جيوب أنفية تشوف مالهم. إلا مثلا كتحس بصداع في المقدمة ديال راسك جهة جباتك والسن ديالك أكثر من 40 عام سيرشوف طونسيون، الجسم ديالك راه كيعلمك. الا راسك كيضرك وعاطيك صداع من جهه جبهتك حتى النصف الامامي منه، سير جلس في بيت مظلم وسد عينيك. الا الصداع مشى فاعرف بان المشكل عندك في العين، سير شوف الشوف عندك فين وصل، وبزاف ديال المشاكل الاخرى اللي فاش راسك كيبدا يعطيك صداع فهي بمثابه ناقوس خطر، كيحاول يعلمك بشي مشكل عندك في الجسم ديالك. حنا هنا في هذه الحاله واش كنمشيو نشوفوا اش واقع؟ حاشا ولله. كناخذ احسن بواطه ديال دوليبران او لاي مسكن الالم وكنبقاو عليه وحده مورا الاخرى، هذه تنفع هذه تضر هذه تنفع هذه تضر. عرفتوا واش كنديروا في هذه الحاله؟ تخيلوا معايا عندك جهاز ديال الانذار كيصوني كيقول لك راه واقع مشكل عندك في البيت، انت فعاود ما تنوض تشوف فين كاين المشكل واشنو واقع، مشيتي سكتي الجهاز ديال الانذار وكملتي نعاسك. هذا النوع ديال الصداع اللي تكلمنا عليه دابا فهو كيف ما قلنا اشاره من الجسم على وجود خلل ما في لو كور ديالنا، وعلى حساب الدراسات فهو كيشكل 90% من صداع الراس. كتبقى يلا هذيك 10% اللي تقدر تكون شقيقه، يعني ماشي اي صداع حسيتي به في راسك راه شقيقه، الشقيقه كتبقى هي اخر حاجه تفكروا فيها. واخا وباش نعرفوها شقيقه؟ هذا سؤال زوين. قبل يوم او يومين ما تجيك الشقيقه كتبان لك اعراض خفيفه كتعلمك بان نوبه الصداع النصفي جايه في الطريق. اول هذه الاعراض هي الامساك، واخا ما تكون تناولتي حتى شي حاجه اللي نورمالمون خاصها دير لك الامساك، الاكل ديالك عادي كيف ما هو، واخا هكذاك كيجيك الامساك، هذه وحده من الاعراض. ثاني حاجه المورال كيمشي لك، ما كيبقى عندك الخطا لحتى شي حاجه، واخا ما وقع والو، واخا ما عندك حتى شي مشكل الحمد لله، كتولي على سبه. حاجه اخرى عنقك اللور او الرقبه كتحس بها بدات كتقصح وسخونه على غير العاده، المهم ماشي كيف ما مولفه كتكون. التبول اعزكم الله كتولي غادي يجي للطواليط والواعره كتحس برغبه في التبول، ولكن فاش كتمشي للمرحاض كتخرج يلا واحد كميه قليله ماشي كيف ما موالفين. كذلك كتولي كتحس بالجوع دغيا، ولا ما كليتيش كتقلق، كيولي كيجيك واحد الاحساس بالجوع غريب. ايوا والنعاس هذاك ما ندويوش عليه، كتولي غير كدور وكتهو، كيجيك شي نعاس وشي عيا بحال اللي عمرك ما نعستي. المهم هذه هي الاعراض الرئيسيه اللي كتجي قبل من الشقيقه، وكاين بعض الناس اللي كتبقى مستمره معاهم الفتره ديال نوبه الصداع النصفي كامله. اللي كتسولو على الشقيقه كيقول لك كتجي في النصف ديال الراس يا اما الايمن او الايسر، مع العلم ان الدراسات كتقول لك بان شخص واحد على 10 هو اللي كتجي الشقيقه في النصف الايمن او الايسر، وما تبقى كلهم كيضرهم راسهم كامل. الوغ هاد القضيه ديال اليمن واليسر غير حيدوها من راسكم، راه ما كايناش. الفتره ديال نوبه الصداع النصفي باش فرق بين الشقيقه وبين صداع اخر ديال شي مشكل اخر وقع عندنا في الجسم هو ان الدقات ديال القلب كتبدا تحس بها في راسك، بقوه صداع ما كتبقاش قادر تشوف في الضوء، كتولي باغي تجلس غير في الظلام، والاصوات كلها كتولي كتجيك مزعجه، وكاين اللي حتى الروائح سواء ديال الطياب او لي بارفان اي رائحه كيف ما كانت كيحسب الانزعاج. اما الاقرب ليه شي حد وحط عليه يديه فكيتعصب. المهم في الوقيته ديال هاد النوبه حاولوا تحملوا هاد الناس شويه، راه ما كيبقى عندهم الخاطر حتى شي حاجه وكيوليو على سبه، ولكن راه ماشي الخاطرهم.
ندوزو دابا الاسباب. الاسباب ديال الصداع النصفي او الشقيقه الى يومنا هذا رغم التطور اللي وصل ليه الميدان الطبي والابحاث الى اخره لا زال السبب غير معروف، ولا زالت الابحاث مستمره الى حد الساعه. كيقول لك بان الشقيقه او الصداع النصفي عندها علاقه بالجينات وبالوراثه. اللي كيوقع هو ان الاوعيه الدمويه كتقلص داخل الدماغ ومن بعد كتمدد، وهذه كيسميوها بالنظريه الوعائيه. كتصيب الناس للجهاز العصبي ديالهم اكثر حساسيه من ناس اخرين. كاين عندنا واحد العصب في الوجه ديالنا الاسم ديالو ثلاثي التوائم، كيصيب هذا العصب نبضات من العين من فروه الراس ومن فوق ديال حناكنا والفم والفك الى الدماغ. هادشي كيخلي العصب الام كيطلق مواد تسبب التهابات مؤلمه في الاوعيه الدمويه الدماغيه وحتى في طبقه الانسجه اللي كتغطي الدماغ اللي كنقولوا لهم السحايا. المهم كتوقع تخربيقه بالدماغ، اشنو السبب ديالها الله اعلم. ولكن توصلوا لبعض النتائج اللي كيقول لك بان معظم العيالات اللي كتجيهم شقيقه من بعد سن الياس او انقطاع الطامات كتختفي تماما، وكاين اللي كتجيهم يومين قبل من العاده الشهريه وكتبقى فيهم حتى 3 ايام من بعد. وبهذا استنتجوا بان التغيرات الهرمونيه بما ان الشقيقه كتختفي بعد سن الياس يعني عندها علاقه بالهرمونات الانثويه بحال الاستروجين. ولقاو كذلك ان السبب الرئيسي من غير الهرمونات هو الاكل. لاحظوا بان الناس فاش كيتناولوا بعض المنتجات الغذائيه موراها كتشدهم الشقيقه. فحالاش؟ انا غادي نذكر لكم واحد بواحد. اول حاجه ملح احادي غلوتامات الصوديوم، والمشكله هو ان هذه الماده هذه كيضيفوها لبزاف ديال المواد الغذائيه المصنعه بحال الاطعمه المعلبه، بحال ضامات البنه، لي كونسيرف ديال الطون، داند فيميل، اندومي، شيبس، وزيد وزيد، القائمه راه طويله، وهي اللي كتعطي ديك النكهه والمذاق الذي لا يقاوم لهذه الاطعمه. هاد الملح عنده علاقه مباشره بالشقيقه، كيفاش الله اعلم. من المهم نلقاو على انه الناس اللي مولفه كتشدهم بالشقيقه اون فوا كياكلوا هاد الملح هذا كتجيهم النوبه ديال الصداع النصفي. الماده الثانيه اللي عزيزه على كل شيء وكاين اللي ما غاديش يعجبو الحال فاش غادي يسمع هاد الهضره، ولكن راه هادشي اللي عطى الله. الماده هي الشوكولا. فواحد الدراسه لقاو على ان 25% من الناس اللي مره كتشدهم شقيقه فاش كياكلوا الشوكولا كتجيهم النوبه، وقال لك هادشي راجع لواحد الماده كيميائيه سميتها التيرامين. نورمالمون هاد التيرامين كينتجها طبيعيا واحد الحمض اميني في الجسم ديالنا سميتو تيروزين، ولكن في الشوكولا موجوده فيها طبيعيا وبكثره. لقاو بان هاد الماده كتعزز توسع الاوعيه الدمويه داخل الدماغ. حقا واحد القديمه حد تفكرتها، راه الصداع النصفي او الشقيقه خاصها تفوت 4 السوايع. اي صداع حسيتي به في راسك اقل من 4 ديال السوايع فكون على يقين انه يقدر يكون اي حاجه اخرى من غير الشقيقه. المادة الثالثة هي الأجبان الصفراء. هذا النوع من الأجبان فيها حتى هي كمية كبيرة بزاف من مادة التيرامين اللي كيف ما قلنا كتعتبر سبب مباشر ورئيسي للشقيقة. رابع حاجة القهوة. المشكل ديال القهوة هي أن القهوة بعض الناس فاش كيشربوها كتجيهم نوبة ديال الصداع النصفي، وكاين اللي كتكون فيه الشقيقة وفاش كيشرب القهوة كيفوتوا الحال. ولكن شكون أنت من هادو الله أعلم، خاصك تجرب وتشوف. وهادشي راجع لمادة الكافيين اللي كاينة بكثرة في هذا المشروب، وفين كاينة آخر؟ كاين كذلك في الشوكولا، وبهذا في الشوكولات ما خاصكش تدور جهته، لأن فيه مادة التيرامين والكافيين بجوج، إلا كانت فيك شقيقة وكليتيه فالصداع غادي يزيد يتجهد، وإلا كانت حاطة عليك شقيقة وكليتيه فأنت كتحفزها باش تجيك نوبة ديال الصداع النصفي. المادة أو المادتين رقم 5 هما البنان والأفوكا. ويلي واش عرفتي المنافع اللي كاينين في هاد الجوج؟ راه ما يمكنش. عارف، ولكن اللي ما كتعرفوش انت هو ان البنان والافوكا فيهم حتى هما نسبه كبيره من مادتنا العجيبه التيرامين اللي قلنا كتوسع الاوعيه الدمويه في الدماغ. هي شي حاجه مزيانه كتوسع الشرايين في الدماغ، ولكن الا كانت شقيقه فهاد الشرايين كتكون كتمدد وكتوسع تلقائيا. فاش كتاخذ هاد الماده في شي حاجه فانت كتزيد كتوسع دوك الشرايين والصداع كتضرب في جوج. ندوزو دابا للعلاج. العلاج الى يومنا هذا ما كاينش، لان اصلا السبب معروفش. كيفاش بغيتيهم يلقاو لك العلاج؟ ويؤسفني قول هذا، ولكن جبت لكم مسكنه الالم ماشي المسكنات اللي كتعرفوا، لانكم كتعرفوا مزيان المضاعفات ديالها واشنو كدير في لو كور ديالنا. ايوا شنو هو المعمول؟ المعمول هو انني كيف ما قلت لكم جبت لكم مسكنه طبيعيه ديال سيدي ربي اللي كيف ما كنقول ديما كتشربها على قبل حاجه وكتقاد لك حوايج اخرين. اول حاجه الاسبيرين. كيفاش الاسبيرين؟ ويلا كتقول لنا مسكنات طبيعيه ودابا كتقول لنا الاسبيرين؟ وييه، على الاسبيرين مين كيجيبوها؟ من لحاء شجره الصفصاف. فعود ما تشريوها مصنعه، خذوها من المصدر اللي هو لحاء الشجره. هاد اللحاء فيه ماده الاسم ديالها الساليسين اللي كتحول في الجسم الاسبرين طبيعي ساليسيليك اسيد. ما كيضرش لينا المعده، ما كيخربش لينا الكليه، ما كينزلش لنا مستوى الحموضه في الجسم، وزيد وزيد. هاد اللحاء الصفصاف او القشره ديال شجره الصفصاف راه كتباع سائل. الا خديتي معلقه صغيره في كاس ديال المدافي وخليتيها لمده 10 دقائق وشربتيها بحال الا خديتي الاسبرين وحسن كاع. اما لما لقيتيش سائل يمكن لك تاخذ اللحاء ديال الشجره نغسلوه مزيان ونغليوه الماء ونحطوا فيه هذا اللحاء لمده ساعه على الاقل حتى يبرد الماء ونشربوه، هو افضل بكثير من الاسبرين الصناعي. ثاني حاجه الكركمين، الماده النشطه اللي كاينه في الكركم
اللي هو الخرقوم. كاينه دراسه وابحاث دارت على هذه الماده، قال لك جوج ديال الاقراص ديال الكوركيومين تعادل البروفين 400. البروفين كلكم كتعرفوه، غير هو هذه الماده هذه راه ماشي بحال لحاء الصفصاف، خاصنا ناخذوها عند الضروره لان الماده كتكون مركزه. كيف ما انني يمكننا ناخذ معلقه صغيره من الكركم عند النوبه ديال الصداع النصفي غتحسوا بالالم بدا كيقلال. الكركمين راه معروف كيحيد الالتهابات، كيقاد المناعه، ومسكن الالم فريد من نوعه. ثالث حاجه زهره الاقحوان، هي كتشبه الكاموميل ولكن ماشي الكاموميل. هذا الاقحوان باقي نعقل، قريت عليه واحد 6 او 7 ديال الابحاث، بقيت غير حل فمي. تخيلوا معايا، لقيت على انه كيحمي القلب، كيمنع الالتهابات، كيوقف الالم بسرعه وخصوصا الم الدوره الشعريه والم الصداع النصفي، كيمنع النقرس، كيزيد من تدفق الدم في المخ، وبزاف ديال المسائل الاخرى الا بقيت كنذكر وحده بوحده ما غنساليش اليوم. رابع حاجه هي فيتامين دي، كيتعتبر اهم مضادات الم طبيعيه. ناخذ واحد كابسول ديال 20000 مره في اليوم حتى يختفي الالم. معروف على انه كيقوي المناعه، كيحسن من عمل الاعصاب، وكيقاد ضغط الدم في المخ. اخر حاجه ما كرهتكمش كلكم تاخذوها هي البي كومبلكس، فيتامينات المجموعه باء. بما ان هذا المرض هو مرض عصبي 100% فلازمنا نقادوا اعصابنا. اللي عنده توازن ديال الفيتامينات المجموعه باء في الجسم ديالو ما يمكنش يتصاب اي مرض من الامراض العصبيه، ومن بينهم الصداع النصفي او الشقيقه. وهاد القضيه كنصح بها اي واحد كيقول لي عندي شقيقه، اون فوا كيبدا كياخذ البي كومبلكس شقيقه كينساها. هادشي اللي كاين، هذه هي المعلومات اللي نقدر نعطيكم على هذا المرض، هادشي اللي توصل ليه العلم والابحاث. كنتمنى الحلقه تكون مفيده لكم، بارطاجيوها مع الاهل والاحباب، تقدر تنفع شي واحد. كان معكم اخوكم رضوان شوقي في المختصر المفيد، خليت لكم الراحه والى حلقه مقبله مع موضوع جديد ان شاء الرحمن.